أعزائي طلبة وطالبات الصف الأول الثانوي، بحييكم وبقدم لكم هذا البث المباشر والفيديو. بنتكلم فيه النهاردة عن المول وحسابات المول وعدد أفوجادرو وقانون أفوجادرو والجزء الخاص بوزن المعادلات. هنعمل لكم مراجعة عليه بحيث ان اللي عنده او اللي عندها اي سؤال في هذا الجزء يتابعني من خلال البث المباشر او من خلال قناة الكيمياء كده على اساس. بس ننتهي من الباب الثاني الكيمياء الكمية في الفيديو القادم، وعلى مدونة مستر أشرف الهادي الفريدة بلوجر. هقدم لك عدة اختبارات أيضا بحيث ان انت تشوف أكبر كم من الأسئلة والمسائل اللي هتساعدك في الحلول. وخلي بالك بس، أهم حاجة لازم الرموز، ضروري جدا الكيمياء الرموز، وطبعا التعريف حاول تكتبها اول باول، ما تعتمدش على موضوع اوبن بوك. احنا عايزينك الحاجات السهله دي تبقى انت عارفها، مش محتاجه اوبن بوك. وطبعا من خلال هذا الفيديو السريع او العرض المباشر هنوريك بعض التعريف وبعض الامثله على حسابات المول. وزي ما انت شايف، يعني لو انا عندي تفاعل لتكوين النشادر، بنوريك ازاي بنجيب الحسابات افوجادرو بالنسبه للعدد. طبعا احنا قلنا قبل كده عشان كده انا بتكلم عليه بسرعه. بنوريك برضو ازاي احسب عدد افوجادرو اللي هو 6800 في 10 اس 23 جزيء او ذره او ايون. بنوريك بعض الحاجات او الملاحظات المهمه. وطبعا فرض افوجادرو او مبدا افوجادرو الحجوم المتساويه من الغازات المختلفه تحتوي على نفس العدد من الجزيئات او الذرات او الايونات في اس تي بي، معدل الضغط ودرجه الحراره القياسي. الضغط 1 اتموسفير ودرجه الحراره 273 كلفن او 0 درجه سليزيوس. خلي بالك، عندنا طبعا قانون افوجادرو، حجم الغاز بيساوي عدد المولات في 22.4
لتر، لان الحجم طبعا بنقيسه باللتر. وطبعا ايه، ممكن اديك مسائل مشتركه ما بين المول وعدد افوجادرو، وكذلك قانون افوجادرو من خلال مسائل كلاميه او معادلات زي ما هتشوف دلوقتي، وهديك بعض الملاحظات والامثله اللي ممكن تقابلها في حياتك اليوميه بتمس قانون افوجادرو وفرض افوجادرو ايضا، على اساس ان احنا في المره القادمه نتكلم بالتفصيل عن الصيغ الكيميائيه، الصيغه الجزيئيه والصيغه الاوليه. وهسيب لك دلوقتي تشاهد بعض الامثله المحلوله، احلها معاك بحيث ان انت ايه تركز فيها كويس، وحاول اي جزء لو ما فهمتوش تحاول ترجعه وتبعت لي في التعليقات على قناه الكيمياء كده على اليوتيوب. وخلال الفترة القادمة هنحاول نعمل لك بث مباشر على زوم وعلى تيمز او جوجل ميت، يعني هننوع بحيث ان انت ايه تعود نفسك على حصص البث المباشر والاونلاين، لان طبعا زي ما انت عارف دلوقتي النظام الحديث لازم تحل حل الكتروني او على الاقل بابل شيت اسئلة اخطر، وعشان تحل اسئلة اخطر لازم برضو تحلها الاول يدوي، ويكون معاك كالكوليتر باستمرار على اساس الحسابات تكون دقيقه. في بعض الاحيان بنضطر ان احنا نقرب، بس مش في كل الاحيان. اهم حاجه المعادلات تكتبها مظبوط وتوزنها مظبوط لتحقيق قانون بقاء الكتله او الماده. في بعض الامثله بنحاول نحلها باستخدام المقصات، وطبعا ايه ده كلام متاح، وخصوصا للطلبه اللي كويسين في ايه في ماده الرياضيات وخصوصا الجبر. فانت تابع معايا وشوف بعض الامثله المحلوله وهوريك طريقه حلها باختصار شديد. ولو في عندك اي تعليق سيبهولي في التعليقات، وهسيبك دلوقتي مع البث المباشر. لو في اي حاجه ابعت لي فورا وانا هجاوبك، سواء دلوقتي في الفا كويسين في ايه في ماده الرياضيات وخصوصا الجبر. فانت تابع معايا وشوف بعض الامثله المحلوله وهوريك طريقه حلها باختصار شديد. ولو في عندك اي تعليق سيبهولي في التعليقات، سواء دلوقتي
اي اسئله بنجيبها لك، سواء بقى ايه مباشره او غير مباشره تستطيع حلها. وطبعا انت عارف نظام الاسئله دلوقتي ايه، اختر تابع معايا الفيديو، ولو في اي اسئله ابعتها لي في التعليقات. ونتمنى ان انتوا يعني تحبوا الكيمياء. الرياضيات وخصوصا الجبر، فانت تابع معايا وشوف بعض الامثله المحلوله وهوريك طريقه حلها باختصار شديد. ولو في عندك اي تعليق سيبهولي في التعليقات، وهسيبك دلوقتي مع البث المباشر. ولو في اي حاجه ابعت لي فورا وانا هجاوبك، سواء دلوقتي في على الفور او في من خلال الرد على التعليقات.
في النهاية بعد ما عرفنا طريقة الحل، تابعني باستمرار على القناة وعلى المدونة للبشرية وتقدم الإنسان. شكرا والسلام عليكم ورحمة الله. وتابع معايا الفيديو مستر أشرف في مجال الكيمياء العضوية أو غير العضوية، ابعت بيه. وأهم حاجة بس إيه تخلي. شكرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معاكم كان معاكم مستر أشرف الهادي، كبير معلمين الكيمياء بالقرية الجديدة. والله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.